سوتيكا شركة للخدمات الكهربائية والتسليك والأوتوماتيكية بقدرات وكفاءات عالية لدراسة وتنفيذ مشاريعكم. سوتيكا متحصلة على أهم شهائد المواصفات العالمية. سوتيكا الشركة الرائدة في تونس وفي الخارج. سوتيكا your reliable partner in electrical solutions. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد والمباشر من رجع صدى. اليوم باش نكملوا نحكيوا على الوضع السياسي في تونس، باش نحكيوا خاصة على تشكل الائتلافات السياسية الجديدة في تونس في ظل هذه الأوضاع الراهنة. على أي قاعدة وعلى أي أساس تتشكل الائتلافات هذه؟ يحضر معايا اليوم في الاستوديو باش نحكيوا في الموضوع هذا السيد محمد الكوميني، الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني لنجاح المسار الديمقراطي. أهلا وسهلا بك سي محمد. أهلا وسهلا. مرحبا. ومعنا كذلك في الاستوديو سي عبد الرؤوف العيادي، رئيس حركه وفاه انسنا. سي عبد الرؤوف، كما قلت لكم باش نحكيو على الائتلافات السياسيه، تشكيله على اي قاعده، ايديولوجيه سياسيه، انتخابات، تحذيرات، الازمه اللي موجوده توا في البلاد هذه، هل نحن مازلنا نحكيو على اختناق ام انفراج؟ باش نبداو مع سي محمد الكوميني. قبل ما نخلطوا نحكيو على الائتلافات والائتلاف اللي حصل مؤخرا، الائتلاف الوطني لنجاح المسار الديمقراطي، هل مازلنا نحكيو على اختناق في الازمه ام والا باش نتعداو لحلول وانفراج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للسيدات والسادة مشاهدي قناة القلم. أعتقد أن الأزمة لم تنفرج حتى لا نغالط التونسيين، لأن دواعي الأزمة متعددة ومعروفة. استشهاد محمد الإبراهيمي رحمه الله زاد أجج هذه الأزمة ولم يخلقها، لأنه الأزمة السياسية قائمة على ربما أزمة ثقة انطلقت في الحقيقة منذ إجراء الانتخابات والإعلان عن نتائجها. وتتذكرون جميعا أنه في اليوم الأول لانعقاد المجلس التأسيسي كانت فرحة كبرى ويوم تاريخي، أنه أصبح عندنا مجلس منتخب لتأسيس لمنظومة جديدة. كانت هنالك احتجاجات ومناوشات مع بعض النواب. ثم الآن نحن في الربع الساعة الأخير من المرحلة الانتقالية، ثم ناس خايفة على ربما حظوظها في الانتخابات القادمة. نقول احنا ستدفع الأمور في الربع ساعة الأخير باتجاه ربما مكاسب أو ضمانات للانتخابات القادمة. احنا ربما أيضا في نهاية مشوار أنهك بالأخطاء، مشوار التأسيسي اللي كانت فيه برشا أخطاء في الترويكة الحاكمة وأيضا في المعارضة وفي المجتمع بصفة عامة. ثم احنا الآن في أزمة حول من يكمل إدارة المرحلة الانتقالية ويهيئ للانتخابات. وفي هذا الإطار نشوفوا اللي بقوسين دعاة إسقاط الحكومة، فما شوية عدم وضوح في دواعي هذا المطلب والإصرار عليه، وهم يعلنون بالطبع منذ يومين بأنهم سيصعدون هذا النضال ولإجبار السلطة على القيام به. إذن الأزمة لم تنجلي، وجهود المنظمات الوطنية متعثرة لكنها ما زالت متفائلة. إذن نحن ما زلنا في رأيي سنعيش أيام صعبة في هذه الأزمة السياسية. سي محمد قال أنه ما زالت الأزمة لم تنفرج والحلول، يمكن فما حلول قريبة؟ مثلا جبهة الإنقاذ تقول أن الحل بالنسبة لي من الأزمة هذه أني نصعد، أني نعمل اعتصامات، إضرابات جوع، تشكيل حكومة إنقاذ وطني. هل هذه الحلول هل تعتبر حلول قبل ما نوصل ونقولوا تنفرج الأزمة ولا هل هو حل، معناته أنه نعملوا حكومة إنقاذ وطني وإسقاط المجلس التأسيسي وغيره؟ زي نحكي على اختناق في الأزمة ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو ما يجري في تونس يعني الإنسان ينجم يفهمه من التاريخ. احنا ما 60 سنة بدون سياسة، اللي تشكلوا تيارات إيديولوجية، ثم عمل حقوقي فترة بن علي، عمل نقابي فترة بورقيبة، يعني تقريبا هذه تونس. لعنا رصيد متى دراسات استراتيجية، لعنا تحاليل سياسية، لعنا شكون يتعاطى السياسة. ولذا أنا ندهش تو الناس يحكيوا على محنك في السياسة. أنا ولا عندنا محنك في السياسة؟ شكون عندنا في تونس محنك في السياسة؟ كان ممنوع السياسة، مجرم.
السياسة كانت سياسة الدول الخارجية ويتبقوا يعطيهم تعليمات وكذا. بالك يحكيوا محنك في السياسة بعد الثورة. أما ما يجري هذه كلمة جبهة تنقاذ وغيره واش تنقذ فاش تنقذ؟ هذه كله صراع من أجل السلطة. هما كما قال الأخ محمد يعني كانوا رافضين نتائج الانتخابات رغم اللي صرحوا اللي هما قابلينها ودخلوا مبكرا في صراع خالد حال عن قصر الشغل يعني في الضربات خلق مناخ اجتماعي مضطرب والاخرين يعني اللي كان عندهم يعني صله بالاتحاد سيرتو استخدموه خدموا به ودخلوا في اجنده متاع يعني مواجهه المواجهه هي تطورت حتى ولات مواجهه مفتوحه واللي كانت مرشحه انه تولي مواجهه متاع تقاتل في الشوارع يعني وهذا كنا قريب منه يعني اللي حاصل شنو بالضبط اللي حاصل هو انه بعد الثوره كان المفروض ان احنا نعيد بناء الوطن نعيد بناء لكن كيفاش نعيد بناء الوطن يلزمنا مشترك سياسي يلزمنا عندنا برنامج وطني مشترك هذا كيفاش احنا المشترك السياسي مفقود اش ثم ثم انتماءات ايديولوجية هذه وقع نوع من يعني استقطاب هذا فريق مرجعيته يعني ايديولوجية حداثية علمانية غيره وثم المرجعية الإسلامية في ظل الأوضاع الدولية المتطورة لأن الغرب شي حب تضح بشوية بشوية احنا في البداية ما كانش ظهر الغرب وينه يحب دستور علماني يحب ضرب الحركة السلفية يسموهم الإرهاب ويحب يعني تعود رموز النظام السابق باش هو الثورة هذه ما تمشيش لبعيد لأن ثم منطقة في المنطقة ثم وجود إسرائيل يلزمنا نأمنوا يعني بقائها وثم البترول إلى آخره وبالنسبة لإقليميا اتضح أنه هناك ثم دول عربية خاصة الخليجية اللي خايفة من النموذج الديمقراطي ثم هي استراتيجيا تحب تحول العداء من عداء ضد إسرائيل إلى عداء ضد إيران ولذا نحن في خضم المحيط هذا جاري الصراع هذا الآن فهمت جاري الصراع وأعتقد أنه طالما أنه ما أصبحش بيناتنا مشترك سياسي بين النخبة يعني الأوضاع يعني ستبقى دار لأمان على حالها دائما نتحدث معنا يعني. نبقى دائما نتحدث على الأزمة نعم. طيب باش نعرج على كلمة قلت لازم أنه نشترك أنه نكونوا معناتها نبنيوا لتونس الجديدة نعم. يعني بالائتلافات اللي هو موضوع حصتنا اليوم مثلا الاشتراك يكون بالائتلافات تو ساعات نشوفه حتى في جبهات الائتلافات كلها ثمت يعني كلها مبنية على تجانس نوع تجانس ايديولوجي عقائدي مرجعي ما هيش على برامج كيفاش باش نبنيو تونس كيفاش باش نبنيو اقتصاد تونس نتفقوا كيفاش باش نبنيو قضاء دولة مش قضاء نظام قضاء دولة الآن كما تشوفوا القضاء استهدف من طرف الناس الكل إعلاميا يعني القضايا تتدخل فيها الإعلام مباشرة وتطرح ومرافعات في البلاتوات يعني نشوف بلاتوات فيها مرافعات غير هذا يعني الأمن قضية هامة ياسر ما احنا زي ما عندناش أمن يعني دليل على ذلك عدة قضايا وعدة واحد ما نعرفوش يعني شكون ارتكبها الجرائم هذه ثم نوع من يعني أولا الأمن هذا يجيك وزير داخلية يقول لك عندي أطراف تخدم مع الخارج وهذا خطير جدا فهمتي معناه يتعاملوا مع مخابرات خارجية ويجيك رجل سياسة يقول لك والله أنا عندي مصدر أمني خارجي قال لي راهو قايد سبسي باش يقتلوه كيفاش هذا؟ كيفاش رجل سياسة عامل علاقات مع مخابرات أجنبية؟ يعني بلاد فوضى بلاد فوضى احنا من قلنا من دويلة الفساد تحولنا إلى فوضى الفساد الآن فساد يعني بمعنى يعني أنه القانون ما ثماش معناها القانون وسلطة القانون غير موجودة في البلاد
واللي هذم تحولوا كلهم الى دويلات، تحت شغل عنده دويله خرج ويفرق، الحزب الفلاني عنده دويله وما تمشيش للتحقيق، وحتى كيف واحد تو نهبطوا والقضاء ما عندوش دور، وهذا يعني هذا اوضاعنا. يعني المشكله وقتاش هالنخبه باش تمشي تبحث على المشترك السياسي وتقول تو كيفاش باش نبنيو تونس. خلينا نفهموا تونس كيفاش عاشت قبل، هات نكشفوا شنو ارشيفها وش فيها وش ما فيهاش، ونبداو نبنيو بلادنا. هذا غير موجود. فهمتي؟ هذا باراده من تو احنا. ولذا خاصه كي تدخل العنصر الدولي زاد تشوش الامور، زاد عقد الامور، لانه ما يحبوش الدول هذه تصير. يحبوا كيانات ضعيفه، كيانات تحت الوصايه. واحنا من عام واحد حقبه الهيمنه الفرنسيه اللي بدات عام 1881 بعد الثوره تزعزعت الهيمنه الفرنسويه، يحبوا يرجعوا. طيب مش نرجع للجلسه التشاوريه اللي قمتوا بها النواب في المجلس التاسيسي. حركه وفاء انسحبت من جبهه التسريع في المسار الانتقالي، علاش؟ احنا عملنا جلسه تشاوريه، لكن احنا هي مقرره كجلسه عامه في الحقيقه. يوم 3 سبتمبر توجهنا الرأي العام، قلنا راه باش نعقدوا جلسة عامة. فالائتلاف خلينا نقولوا بوضوح النهضة والمؤتمر ما كانوش موافقين على أن الجلسة هذيك تصدر عليها قرارات، فقالوا لا خلوها جلسة تشاورية. تشاورية، بينما احنا كنا اعتبرنا أنه وقع اعتداء على حقنا كنواب، لأنه سي مصر بن جعفر احنا اللي حطيناه رئيس، احنا انتخبناه. ما عندوش حتى صلاحيه باش يجي يدور المفتاح في المجلس، يقول لا هي الناس منسحبه، واحنا رفضنا انسحاب، احنا كنا نجم نخدموا. وناكد لك ان الازمه ما كانش تاخذ ابعاد كبيره لو كان قاعد المجلس يخدم. لكن هو تواطأ مع الناس اللي خرجت، ومعروف ثم التجانس ايديولوجي بيناتهم. وهذاك علاش واخذ القرار هذاك دور المفتاح، لكن ما شاورناش. هذه اولا مناط الجلسة العامة، هذا قرار سيادي تسمى، ما ثم قرارات تسموها إدارية، ثم قرارات سيادية. هذه قرار سيادي ما هوش من اختصاص رئيس المجلس، اللي هو واحد منا فوضناه باش يدير المجلس، عنده كان قرارات إدارية. واحنا قرارات سيادية، السيادة اللي جاتنا مفوضة بصورة عن طريق تفويض من الشعب، احنا كجلسة عامة نقرروا نوقفوا المجلس ولا ما نوقفوش. طيب سي عبد الرؤوف، طبعا نرجع لك سي محمد قميني على الائتلاف. سمعنا اللي انتم رفعتوا دعوة على رئيس المجلس التأسيسي سي مصطفى بن جعفر. أول حاجة تنفي أو تتأكد القضية هذه اللي ترفعت، وعلاش؟ اي رفعنا دعوة باسمي أنا والنائب سي ربيع العابدي، دعوة في إبطال القرار نتاعو هذا، هذا القضاء الإداري. وعملنا مطلب استعجالي معناها فيها سحب الثقة؟ فيها سحب الثقة لا لا مش سحب الثقة، سحب الثقة تم داخل المجلس. طيب النواب يسحبوا الثقة، أما المحكمة الإدارية تبطل القرار اللي يكون هو في حكم العدم، يعني لأنه حتى قرار هو ما كتبوش حتى كتيبة، هو أدلى مجرد تصريح، هو استخفاف. يعني هذو ناس ما مش شعرين يمشوا في دولة، هذه مؤسسة الدولة راه محكومة بمبدأ الاستمرارية، ما يلزمش الدولة تقف. شنو يجي دور مفتاح في يقول لا والله ظروف وانتم، وعمل لك الخطاب يعني خطاب ما انزل الله به. مش نسأل سي محمد قميش، شو رايك في الكلمة اللي تواجه بها سي مصطفى بن جعفر؟ قال النواب المصاحبين ارجعوا لداركم وخلينا نكملوا اعمالنا، مش باش نطولوا برشا باش ما نخرجوش على موضوع حصتنا اللي هو الاخير السياسي. كلمته الأخيرة إيه بعد ما تعلق الأعمال ودعوته لرجوع الأعمال؟ احنا أولا كما قال الأستاذ رؤوف استغربنا كلمته الأولى ساعة في قرار وتعليق أعمال المجلس في يوم كانت فيه جلسة عامة نجم نقوله ناجحة جدا. ثم سي مصطفى بن جعفر كي جاء اغتيال الشهيد محمد الإبراهيمي رحمه الله عمل أيضا تدخل جيد وقال بأننا سننهي أعمال التأسيسية في 23 أكتوبر، وأننا سنصادق على الدستور في أوت، وأننا سنفعل وسنفعل، وقلنا الله خرق العادة. هو ذات الشخص قام علق أشغال المجلس التأسيسي وقت المجلس التأسيسي يزمه يسرع في الخطأ. صحيح كانت عنده إرادة طيبة في أنه ما حبش يقفز ويتجاهل زملائه اللي خرجوا من المجلس، لكن كانت هنالك صياغ أخرى غير التعليق.
ثم بعد مدة رجع في خطاب باش يقول لنا اللي قراره كان قرار فردي ولكنه قرار عظيم منتفع به الشعب التونسي. واحنا شفنا القرارات الفردية اللي فعلا لا تنم على عقلية الدولة، سواء عملها رئيس الحكومة السابق في قضية البغدادي وغير، سواء عملها الرئيس في غلق أو قطع العلاقات مع سوريا، أو عملها السي حماد الجبالي في قضية حكومة التكنوقراط. بصفة عامة القرارات الفردية هذه لا تستصاغ في دولة ديمقراطية خاصة. وثاني شيء من حيث المردود كان سلبي. الآن سي مصطفى جعفر يعقد جلسة لمكتب المجلس اليوم، وربما تكون بادرة خير بأنه يرجع المجلس، ولكن لازم يعرف اللي هو خسر برشا وقت، وخسر من وراه الشعب التونسي والمجلس التأسيسي. وأيضا يعني كان رهن انطلاق الأشغال بالتئام حوار ما حددش كشنية شروط وشكون ورهنه بجهات خارجة عن المجلس، هذا فعلا نعتبره نوع من التجاوز غير المناسب للمجلس. ونتمنى على الأقل أنه إن شاء الله ما تتأزمش الأمور أكثر وما نوليوش في المحاكم وفي الصراعات، ويرجع المجلس التأسيسي، لأنه التوانسة بحاجة إلى سرعة قصوى في المجلس للمهام الأربعة خاصة الاستعجالية اللي هي المسالقة على الدستور وبقية المسائل المعروفة. نرجع للائتلافات السياسية. من الأول كنا شفنا الترويكا، بعدها جت جبهة الإنقاذ اللي هي تنادي بإسقاط الحكومة وحل المجلس وغيره وغيره. سمعنا بائتلافات دستورية وجايينها بعض إن شاء الله في الجزء الثاني من الحصة، إنه فما ائتلافات دستورية بقيادة أربعة أحزاب دستورية ذات مرجعية دستورية. بعد فسروا شو معناها مرجعية دستورية. وسمعنا أنه فما ائتلاف جديد تم الإعلان عليه، هو الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي. قبل ما تفسر لي أو تعطيني شو هذا الائتلاف، خرج المواطن التونسي سألناه قلنا له شو عندك فكرة عن الائتلاف السياسي، شنو يعني لك الائتلاف هذا، مفهوم كلمة الائتلاف موجودة عند المواطن التونسي ولا لا. مشينا سألنا المواطنين التوانسة، شفنا رأيهم في الائتلاف. تفرجوا بعضنا على الفيديو ومن بعد نرجع. شنو رأيك في الائتلاف السياسي؟ والله احنا متفائلين خير ان شاء الله، وبحول الله مشى الخير بحول الله ان شاء الله. ما عنديش حتى فكرة شنو هذا الائتلاف السياسي. كل نهار جينا مفردات جديدة وما فاهمين شيء من الوضع. ينجموا يعملوا 70,000 حاجة، ينجموا يقاوموا جميع الأشياء بالفقية وبالاتجاه الصحيح. مرينا حتى حاجة اللي هي باهية، معناتها تفرح المواطن، ومرينا حتى شيء باهي. هيك علاش؟ معناتها ما نوافقوش على حوايج كيما هكايا. الائتلاف السياسي سمح، نحبوا بلادنا سمحة وتطريق للبلاد، وهكا شي يلزم في بلادنا في تونس. بالنسبة للائتلاف السياسي نشوفه مش حاجة مش باهية، خاطر تزيد تدخل البلاد في فوضى أكثر. معنا كفاءات باهية كان يشدوا البلاد، رأي البلاد توسع. لا حكاية فارغة، حالة داخلة البلاد دخلوها في سيء، معناتها يظل قريب مشي غليوها كما مصر وبرشا بقايا والعراق عليها احنا هكية. والله بادرة طيبة، معناتها فهمت، هذا يدل على وعي سياسي ويكون معناتها قادر على خرج البلاد هذه من الأزمة السياسية اللي تعيشها، فهمت. والائتلافات هذه معناتها مش أنها إلا باش تقوي المسار الديمقراطي في تونس. باش نقعدوا ديما نتعاركوا والصحيح يجيبوا ربي. تسمع بها كالفقير قاعد في الرفس تحت الصباط وحنا ماشيين، ما ثماش حاجة، ما ثماش حاجة اللي هي واضحة. أنا توا ماذا نستناك؟ أما قل لي مش نعمل، أعطيني وضح لي، أعطيني درسي. أنا من التلميذ ما نعرفش لا السياسة ولا حاجين، 60 سنة ما نعرفوش السياسة. احنا يجي على السبورة كي يعطيني درسي، قل لي انا راهو مش نعملوا عندنا وضوح. يقعدوا على الطاولة ويقعدوا على بنك، المهم يخرجونا بنتيجة. المواطن التونسي شنو يمثل له كلمة ائتلاف أو الائتلاف السياسي؟ بالنسبة لي حاجة باهية ولا لا؟ شنو مصير البلاد بالائتلافات السياسية هذية؟ فما مواطنين قالك به على الاقل يخرجنا من الازمه هذه، فما اللي قال والله ماذا بينا لي معناها مرينا شيء، فما اللي كلمه قال الفقير قعد في الرفس، قعدوا هما يحكي ويتعاركوا ونحن قعدنا في الرفس. هيك نتعرف على الائتلاف الوطني لانجاح المسار الديمقراطي معك سي محمد. اولا ايجابي انه ربما الفرق بين سنه 2011 ما بعد الثوره
وكان الإقبال كبيرا على طلب تأسيس أحزاب سياسية وجمعيات. بعد الانتخابات أكتوبر 2011 ربما شعرت كثير من الأحزاب بالممارسة وبالواقع أنه كثرة الأحزاب تضعف أهمية التعددية وما تعطيش أثر في الواقع. وعلى الأقل في حزب الإصلاح والتنمية وأيضا أحزاب أخرى كثيرة عملت مجهودات باش تعمل اندماجية، يعني انصهار مجموعة من الأحزاب لتكوين حزب واحد قوي وفاعل، على غرار ما عملنا في حزب الإصلاح والتنمية مع التيار الإصلاحي المنسحب من الديمقراطي التقدمي، وفشلت العملية نجم نقوله في شهرين ولا ثلاثة. وقعت أيضا محاولة بين الجمهوري وأفاق والبي دي بي، وللأسف أيضا انتهت بعد مدة معينة الفشل، وغيرها من المحاولات الاندماجية. وشفنا العدد الأحزاب عمليين لم يتقلص وإنما زاد، وحتى كي يندمجوا ما حدش حل الحزب متاعه لأنه ما ثمات ثقة كبيرة بالعملية دي. الآن مع اقتراب الموعد الانتخابي القادم وفي ضوء التجاذبات القوية الموجودة، في رأي الساحة تذهب إلى الاندماجية، إلى عفوا الائتلافات، واللي هي نوع من العمل الجبهوي السياسي. صحيح الأستاذ رؤوف يقول هذه الجبهات ربما لم تقدم برامج، هي المشكلة أنه الأحزاب نفسها اللي مفروض أقرب لم تفصح على برامج قريبة من الواقع. وشفنا حتى البرامج اللي تم الإعلان عليها قبل انتخابات أكتوبر 2011 كانت مجرد حبر على ورق، مارينا منها شيء. إذن الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي جاء أول نتيجة مسار تاع مفاوضات وتشاورات بين عديد من الأحزاب المكونة، مثلا علاقة حزب الإصلاح والتنمية بالنهضة وبالحزب الثقافة والعمل تمتد إلى أكثر من عام إلى الوراء. اثنين، جاء في سياق أزمة حادة تعيشها البلاد وعملت نوع من الفرز الموضوعي. احنا جينا وأعلناه فقط، ثم فريق من المعارضة اختار أنه يقلب الطاولة كما نقولوا احنا طاولة الحوار، وأنه يعاود الأمور من بدأ وينقذ المسار الديمقراطي والانتقالي بكله. قالوا نحلوا المجلس ونحلوا الحكومة والسلطات ونرجعوا وين كنا. هذا الوضع احنا رفضناه وقلنا راي تونس انتخبت، ونهار 23 أكتوبر يجب يبقى علامة بتاع افتخار مش علامة متاع نقول احنا استهزاء او علامة متاع كانها غلطة وقعت في تاريخ الشعب التونسي. ونحن نتمسك بمرجعية الوطنية المجلس التأسيسي، بمرجعية القانون المنظم للسلطات باعتباره دستور صغير تم اعتماده ديمقراطية، وفي ضوءه هو النجم نحلو المشاكل. هذاك علاش هذا الائتلاف باختصار شديد في خمسة كلمات قلنا هو ائتلاف، اي ليس اندماجا بين الاحزاب وانما هي جبهة احزاب. ثانيا هو وطني بثلاثة ابعاد اساسية، لأنه موجود في العاصمة وسيكون موجود في الجهات، عنده مجلس مركزي وستكون له مجالس جهوية على نفس القاعدة. ثانيا لأنه منغرس في التربة الوطنية وفي الثقافة العربية الإسلامية اللي تم التركيز عليها في وثيقة التأسيس، وهو وطني لأنه أيضا يريد أن يحل مشاكل تونس بأيادي وعقول تونسية ويمنع قدر المستطاع التدخلات الأجنبية اللي أشار لها الأستاذ رؤوف، ويجعل التونسة معناها سلطانهم على بلدهم وعلى ثروتهم وعلى قرارهم. ثم هو لإنجاح المسار الديمقراطي، لأنه ثم جهات حكمت بالفشل قبل ما تبدأ التجربة، وهي الآن مصرة على أن تقول بأن كل شيء فشل، وهذه رؤية نحن نختلف معها. نقول ثم أخطاء كثيرة وقعت في المسار، نحاول نصلحه ما قدر ما نقدر عليه، ولكن لابد أن ننجح المسار بأن نذهب إلى الانتخابات في أسرع وقت. هذا عملية إنجاح بالنسبة لنا، لكن هذا المسار في إنهاء المرحلة الانتقالية في بضعة أشهر وقد يمتد إلى الانتخابات وما بعد الانتخابات. فهذا الائتلاف باختصار شديد في كلمتين هو عنده مساره وظرفيته، ولكن عنده أفق مستقبلي وإن شاء الله يتعزز فيه الآن 12 حزب، ولكن ممكن تضاف له أحزاب أخرى، وقد يطور صياغ العمل المشترك إلى ما أبعد من الانتخابات. بما أنا قلت على الأحزاب الموجودة وحتى بينهم حركة النهضة موجودة في الائتلاف هذا، كنت صرحت سابقا قلت نتحالف مع حركة النهضة ما تحالفش مع الحزب الديمقراطي التقدمي سابقا، هذه لقيناها في بعض التصريحات جيدة من جرائد. هو هذا في الحقيقة علش؟ لا ما نعرف السياق هذا، الكلام هذا خرج في حوار أجريته في جريدة الشرق الأوسط قبيل انتخابات 23 أكتوبر، واللي كانت وقتها ظرفية. أنا وبعض رفاقي في حزب الإصلاح والتنمية كنا قياديين في الحزب الديمقراطي التقدمي، وكان وقت السؤال هل سترجعون إلى الديمقراطي التقدمي أو تتحالفون معه؟ فقلنا وقتها لا، غير وارد، لأن وقتها ولن الديمقراطي التقدمي للأسف معناها من فتحش على القوى
اللي ربما اشتركته نضال واللي كان خلافنا الرئيسي حول الحكم وتسيير الحكم، كان ثم فرصة بعد الثورة باش تصالح لأنه الحاكم اللي كنا مختلفين عليه زال، وذهب الديمقراطية التقدمي أكثر ربما إلى الانفتاح على من كانوا في الحكم. فقلت وقتها لن نتحالف أنا في الظرف ذاك مع الديمقراطية التقدمي، وكان ثم وقتها ائتلاف مكونينه حركة النهضة والإصلاح والتنمية، وسعد الرؤوف يذكر وكان هو ممثل لحزب المؤتمر آنذاك وبعض الأحزاب الأخرى، عملنا ائتلاف 23 أكتوبر لأنه كنا وقتها مستشعرين أن بعض الأطراف تريد أن تدخل باسم الاستفتاء لكي تنقذ المسار التأسيسي، فإحنا عملنا الائتلاف هذاك والحمد لله أن ذهبنا نحو التأسيس ونعتبروه، لكن ائتلاف ظرفي وقتها. هذاك علاش قلنا التحالف وقتها مع النهضة غير ممكن، ولكن حتى التحالف مع عفوا مع البي دي بي مع النهضة كان ائتلاف لإنجاح المسار، لكن أن ذكر الجملة الرئيسية هي أننا نختلف مع النهضة ولكن لا نرفض العمل معها. وبصفة عامة احنا تصورنا أن الحياة السياسية تقوم على التنافسية وليس على الاستعداء، ونرى بأن الاختلاف مهما بلغ مع حركة النهضة ممكن يتيح العمل معها، وأنه بصفة عامة احنا يلزمنا نحيو صور قديمة مسقطة على الواقع. دائما مازالت عندنا فكرة أنه حزب حاكم يعني كأنه التجمع الدستوري، لا، الحزب حاكم في نظام ديمقراطي نجم يكون اليوم في الحكم وغدوه خارج الحكم ويعقد تحالفات وائتلافات ونجيهم بعض. طيب قبل ما نمشي سي عبد الرؤوف، شنو نسألك على الائتلافات السياسية على أي قاعدة؟ معناتها هي تو متواجة إيديولوجيا أو هي بحث عن حل الأزمة أو هي بداية ائتلافات؟ كلمة صغيرة معك سي محمد، كنت دعيت سي مصطفى مرزوقي رئيس الجمهورية، قلت له ترعى الحوار لكن بعيد عن أي تدخلات أو بالضبط أو وصاية داخلية ولا خارجية؟ لا، ساعة الوسائل الخارجية دي مرفوضة بالكامل، ونحن سنتصدى لها في الائتلاف الوطني وفي الإصلاح والتنمية ومن أي موقع، لكن قصدنا أنه إذا كان نحبه بسرعة نوصلوا إلى حلول مشتركة، وكما قال أستاذ رؤوف مرة أخرى نبحث على المشترك على الأقل فيما تبقى من ربع ساعة الأخيرة ذي من المرحلة الانتقالية، يلزمنا مائدة حوار عاجلة ولا تنفض إلا بالاتفاق، وهذه المائدة لا وصاية فيها على أحد ولا إقصاء لأحد، لأن شفنا أنه بعض الأطراف اختطفت القرار الوطني والصفة الوطنية وتقول هذا هو الحل وإحنا نمثل الشعب التونسي فوضنا، وهذا التفويض ما هوش مبنى على الانتخابات، كما أن لا ترويكا ولا المنظمات الراعية للحوار ولا ما يسمى جبهة الإنقاذ ولا أي جهة أخرى مخول لها أن تطمس أنه ثم عدد كبير من الأحزاب غير مشارك الآن في هذه المشاورات، أنه ثم عدد كبير من المنظمات والائتلافات المجتمع المدني اللي تضم عشرات ومئات الجمعيات غير ممثلة. فهذاك علاش قلنا افتراض واحد من الحلول، إذا الاتحاد وبقية المنظمات يحبوا يكونوا نقول احنا خيمة لهذا الحوار الوطني ما عندناش مانع، لكن بشرط انه نحيو مبادراتهم وعقلية انه يفرضها كحل لا قبل ولا بعد. هنا خافوا من تسريب اي اجندات معناتها، او نحبوا رئيس الجمهورية باعتباره ايضا رمز لوحدة البلاد والمفترض هو استقال من حزبه ينجم ايضا يكون خيمة دون ان يكون طرفا في هذا الحوار. طيب سعد رؤوف، الائتلافات السياسية تول موجودة حسب رأيكم الشخصي طبعا وحتى على حركة وفاة، هل هي ائتلافات على خلفية ايديولوجية او هي حل الأزمة او ائتلافات باش نراوها من بعد في الانتخابات؟ ما نقول لك يعني الوضع يعني تجم تقول ان المشترك السياسي غايب والاخرين كلها جايزة، ثم الناس عندهم تجربة مشتركة كما يقولوها تساترة ائتلاف اللي قلت عليه الدستوري كانوا عندهم روابط قبل شبه تجربة سابقة، فهمتني، تجمع بيناتهم ما ثماش فكر. ثم اللي عندهم فكر ايديولوجي معناها مرجعية ايديولوجية هذوكم متجمعين حولها كما الشيوعيين والقوميين، فهمتني، لأنه قوميين قربوا ياسر ويطرحين مشكلة الاشتراكية كبرنامج. بالنسبة للائتلافات هذه أنا في تقديري هي جزء من الأزمة مش من الحل، لأن هذو الناس تتحسس في الطريق مش فاهمة هم مش نفس إيش قاعدين يعملوا في رأيي، لأن تونس صارت فيها ثورة، من المفروض أن نشوفوا مضامين ثورية في البرامج، ما ثم حتى مضمون تلقى الكل يتحدثوا خارطة الطريق وقتاش نعملوا الانتخابات وقتاش نكملوا هذه وقتاش نمشيوا لهذه، وشكونك أنت
راهي حوار به الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد العام التونسي للشغل يقيم حزب سياسي عنده تجربة سياسية، عنده رؤية سياسية، عنده طرح سياسي. يقول لا طرح وطني، احنا طرحنا طرح وطني. شو طرح وطني؟ طرح وطني يلزمك انت تسقطوا على الظرف باش تولي سياسي ويولي تعرف شنو متطلبات الظرف وشنو المطروح عليك وشنو الاولويات والى اخره. هذه يعملوها السياسيين. انت منظمه نقابيه، انت خدمت قبل المحاصصه مع بورقيبه وخدمت مع مع بن علي محاصصه، هاي تحب ترجعنا لنظام المحاصصه؟ انت تحكي على حوار. شنو الحوار؟ حوار اليه ديمقراطيه. الحوار عمره ما كان تحبوا نتفاوضوا؟ علاش نتفاوضوا؟ اعطيني برنامج اللي باش نتفاوض عليه. ما ثمش برنامج. المنظمات الراعيه للحوار الاتحاد العام التونسي للشغل وغيرها قالوا انه احنا راهو باش نبعدوا على كل ما هو انحياز لاي حزب. احنا منظمه لا مش صحيح شغيله، انا هي منحازه. الاتحاد العام التونسي للشغل منحازه، وكانوا يقولوا بوضوح لخيمه التقدمين. ثم اش دخلوا دخل عماده المحامين، هيئه المحامين هي هيئه الدفع على المصالح الماديه والمعنويه للمحامين. مش دخلوا هذا عميد المحامين في الموضوع هذا ويحب ينحي حكومه ويحب يحل مجلس ويحب يعمل شيء؟ مش دخلك يا عميد المحامين؟ انت عندك 1000 محامي جات فيهم قائمه اللي هم كانوا ينهبوا في المال العام، وثم حتى شكون كان ياخذ في 7000 دينار من مؤسسه وطنيه. انت عندك مشاكل كبيره في تنظيم القطاع، انت عندك محامين ما عندهمش شهيد. هذه ما تلا احنا بعد الثوره وين المضامين الثوريه؟ انتوا كان جا عندهم يمنوا بالثوره راهم حلوا الواحد خضر. بعد الثوره لابد اننا نصلح اوضاعنا، نصلح اوضاع المحامين، لكن ما تجيبش تصلح القضاء ما تصلحش المحامات، لان اللي هذيك شبكات نتاع السمسره والرشوه والغير وكل ضارعين فيها محامين وقضاة مع بعضهم. والمليون اللي يسمى ارنوب ويسمى عجله وعندهم حتى لغه لغه نتاع مارشينوار بيناتهم، فهمتني؟ هذوما يجي تو هذا تفاجات هيئه محامين تنادي ب يعني اسقاط الحكومه. هي الارضيه توفرت. شنو تصورك السياسي يا اخي؟ انت منظمه سياسيه، اذا كانك حزب سياسي قول يا اخويا انا راني تحولت من هيئه مهنيه هيئه يعني ندافع على القطاع المحامين الى حزب سياسي، وتعطينا برنامجك شنو ورايتك شنو؟ احنا وين باش نمشيو تو بهذا الكل؟ باش نمشيو للانتخابات ولا باش نرجعوا نعملوا محاصصه محينه كما قبل، كما قبل بن علي وقت بورقيبه؟ اذا كانك زاد انت هيئه محامين داخله في مشروع نتاع محاصصه اشرح لينا، فهمت؟ بحيث فوضى في البلاد. انا سميتها هذه فوضى، فوضى الفساد والفساد حتى في الرؤيه في التصورات. هذه رؤى باطله ما نجمش تبني عليها حتى شيء. انت يا اخي احنا ما صار ثوره في تونس وسال دم شهداء وكل والثوره شنو ما عندها يكون عندنا هدف استراتيجي هو بناء الدوله الوطنيه المستقله. ما كاش عندنا دوله وطنيه مستقله، ما كاش عندنا اقتصاد وطني في الاخر، ولا اقتصاد عائلات ومربوط بالغرب. وعلاش الغرب تو يحب يخبي هالفتحان الملفات؟ لانه هو شريك يغطي خاطر طرف اي عامل مافيات الداخل، لكن يساعدهم نظام كما هذا مستباح، يعني شعوب ودول مستباحه باش يضعفها يخليها ديما تحت الكلكل نتاعو. هذه قضايا الاساسيه ما يطرحوهاش بكل، ماهيش في ذهنهم هما طرحين مشكل شنو. انا هذاك ما هو مختلف معايا دولينا، وكما قال سي محمد الساعه الاجنده نتاعنا نطيحوا النهضه. هي واش تحب نعملوا؟ البديل. ولا اعطيني البديل. انت قدر تاثر المجتمع وتقدروا وتاثروا وفق اي رؤى عندك انت رؤيه؟ السياسه راهي رؤى، وهي معناها يعني منهج، يعني يكون عندك مشترك ثم انت تسعى الى التشريك حتى المجال المشترك يتوسع. متواجده من حقي انه نكون متواجده ولا الحكومه تعطي رايك؟ تعطي رايك، اما مش جي تقول انا راني نرعى في الحوار وانا قاعد ندفع موتور يدفع تو في الحوار. انا حوار يودي هذيك. اعطينا شنو هي المفاوضات حول ايش؟ اعطينا الصحيح كما يقولوها. انت ايش تحب تعمل؟ فهمتني؟ كذلك الشارب اسمه الاتحاد العام للصناعه والتجاره، وشكون ايش دخلك يا الاتحاد العام؟ مش تطيح. هما اربع منظمات ذكر يعني ما عندهم حتى دخل. الاتحاد و ايش بحث سياسي انت؟ عماده المحامين ورابطه تونسيه الدفاع عن حقوق الانسان. لا لا اسمع، الحديث هذا يعني متى انه زعما من دافع وطني ولا احنا نحكيو في السياسه. راهو السياسه
هي معناها لخدمة الشعب، والشعب هذا عاش حدث كبير اللي هي الثورة، وهو في مرحلة تاريخية معينة. أنا حب ننهيه وحقبة الهيمنة علينا، احنا من 81 راهو تحت، كنا تحت استعمار رينا تحت وصاية. نحب نخرج اليوم مستقلين، كيفاش باش نبنيو هالدولة الوطنية المستقلة اللي كانت حلم تاع اجدادنا واللي مع الاسف ما تطبقتش، جاءوا ادارة استعمارية تونسوها، وقعدت الخيارات والعقيدة في الامن والقضاء، القضاء ما تبدلش. انا نعرف وزارة العدل منظمة من عام 41 كيف كيف، جاءوا بعد قوانين وجاءوا مراسيم وشنو، لكن اساسا هذيك هي وزارة العدل كما تنظيم وقت فرنسا. الامن هذاك عاد عقيدته الحاكم، انا بالنسبه للمواطن البوليس هو الحاكم، معناه نظام بوليسي هو في الحقيقه. هذه بعد الثوره نسكتوا عليها، نبقاو باقي احنا نستناو في وقتاش الانتخابات ونجيو رموز فارغين يعني نفايات سياسيه، هاو يلبسوه مرايات، هاو يعملوا كذا ويعملوا اخرى، ولاد امورها كلها متشكل. وين المضمون؟ انا ابحث عن المضمون ونقول لك في تونس توا اللي ما يطرحش مضمون ثوري في برامجه ماهوش ما يجيش يتحدث على الثوره، ما عندوش حق يتحدث على الثوره. طيب قانون تحسين الثوره وين وصل؟ شو مصيره توا في ظل الاوضاع هذه؟ موضوع بيع وشراء، شفتوا الشيخ صرح بعد ما لقى اللي لقاه في فرنسا، وتصور انت حوار يقع في فرنسا معناها تحت رعايه كلها من ناحيه السياسيه، ثم رسائل تمشي فهمتي، ويجي يقول له يعني انا والله هذا القانون هذا يتنحى. وثم حتى العداله الانتقاليه، قالوا العداله الانتقاليه باش يولي امور فرديه، ما جابوه في نسمه يتحدث يعني امور يعني كما تحدثنا، ثم نوع من الالتفاف على الثوره فهمتني، اللي هو مسعى غربي وكذلك اذعنوا ليه بعض الاطراف الداخليه اللي الحقيقه جات للثوره بدون كلفه كبيره وشدت السلطه. وثم يعني طرف يعني علاقاته تقليديه يسميوها وراسخه وقديمه مع الاستعمار، الاستعمار الفرنسي، وهذوما يحبوا توا هما ينحتوا يعني مستقبل اجيالنا. فهمتني؟ طيب سي محمد، الائتلاف نتاعكم شمل احزاب اليمين واليسار، لقينا فيه زاد من اليسار جبهة الانقاذ هو محسوب على المعارضة اليسار، حاولتوا انكم تمدوا ايديكم ليهم ولا لا؟ مطروح انه هي جبهة وانتم ما جبهة، انتم ما عندكم نقولوا احنا النقاط تحبوا تخرجوا البلاد هذه من الازمة. وتوا حتى كي نشوفوا السياسة الكل اول كلمه يقول يا اخوي نحبوا نخرجوا من بلادنا الازمه. اذا كان مشتركين الكلكم فرد نقطه، علاش ما تشوفوش توافقات كما هكا؟ هو الائتلاف الوطني لانجاح المسار الديمقراطي تعبيره كما قلنا جبهويه، ربما تضاهي جبهه الانقاذ او جبهه الشعبيه او اي صياغات اخرى موجوده ويطول الحديث فيها. يدينا بالتأكيد مفتوحة لجبهة الإنقاذ ولبقية الأحزاب اللي ما هيش لا في لهنا ولا لهنا، واللي هي جزء من المشهد اللي يجب أن تلعب هي دورها، وأحنا على الأقل سندافع على أن لا يتم تغييبها والمجتمع المدني. إذن أحنا توجدنا من أجل أن ندفع بالعملية، ليس إلى الاستقطاب الإيديولوجي وإلى التصادم، وإنما إلى الحوار اللي ممكن يخلينا نتجاوز هذه المشاكل. سي عبد الرؤوف يقول لابد من برامج، ونقول له صحيح، ولكن تبين أن فترة ربما تنفيذ البرامج وتفصيلها للأسف انقضت، والآن احنا ماذا بينا نمشيوا للانتخابات في 3 أو 4 أشهر؟ لا نغلط الشعب مع قاعدة الائتلاف هذية باش نشوفوه في الانتخابات. نعم، لأنه احنا عندنا أولويات، ماذا بينا نعمل حلول للبطالة وهي أهم مشكل، وماذا بينا نعمل حلول أمنية، وماذا بينا نعمل حلول للأسعار، وماذا بينا نعمل حلول للتنمية الجهوية. لكن ما نغلطوش الناس الآن، هذا أصبح متعذر تتحمل فيه الترويكا والمسؤولية. إذن شنو اللي بقانا؟ بقانا نحافظوا على الأقل على المسار الديمقراطي من خلال تأمين انتخابات مرة أخرى حرة تعددية وشفافة. انتخابات نحبوها دائما وأبدا هي القاعدة لشرعية الحكم.
راو اكبر مكسب جابته الثوره هو انه حكامنا ما عادش مفروضين علينا لا من الخارج ولا من الداخل. لا عدنا نقبل واحد يعمل انقلاب ولا عدنا نقبلوا واحد تعينه قوى اجنبيه. نحبوا الحكام يطلعوا من الشعب. هذاك علاش ائتلاف الوطني سيحرص بكل قوة ويعتبر أنه أحد نجاحاته هو أن تنظم الانتخابات في أسرع وقت في نهاية هذا العام أو بداية العام الجاي. ثم لتنظيم الانتخابات لابد لنا من شروط. يلزمنا أول شيء توافق سياسي. هذاك علاش احنا سندخل في حوارات بداية من هذا الأسبوع. يعني طورنا بعض أفكار في اجتماع الأمس وعندنا اجتماع غدا في الائتلاف الوطني لنبدأ حملة من الاتصال بالأحزاب من أجل أن نتقدم نحو هذا الوفاق الوطني. اثنين الأحزاب اللي هي كما نقول واحد مثلا الجبهة الشعبية نجم نشوفه. نعم نعم ممكن سنطلب لقاءات مع المنظمات ومع الأحزاب بما في ذلك الجبهة الإنقاذ وغيرها والأحزاب الأخرى كحركة وفاة وبقية الأحزاب أيضا. الأمر الثاني احنا نحب الانتخابات لها مناخ اجتماعي. الأطراف هذه كما اتحاد شغل واتحاد صناعة وتجارة مهم أن يدخلوا في الخط السياسي. أما على الأقل يخرجوا بالتزامات لأن المرة الأخرى شفنا ناس يطلبوا من الحكومة باش تحيد بعض الوزارات وهو شيء نوعا ما مستحدث ونقول احنا غريب ومع ذلك هم يلتزموا بحد شيء. شاركوا في حوارات شهرين كاملين وهم يناقشوا مع النهضة في تشكيل الحكومة وبعد حد ما يسمى يلتزم شيء. يلزم الآن التزام بالسلم الاجتماعي حتى الانتخابات. الأمر الثالث هو يلزمنا بكلنا في وحدة وطنية ضد الإرهاب لأن الإرهاب أيضا معطل كبير للمسار الديمقراطي ومعطل الانتخابات. إذا كان يبقى خطر الإرهاب في الجبال ولا في المدن وكذا هذا سيضعف الأمور. هذاك علاش باختصار شديد احنا نريد في حزب عفوا في تحالف الوطني أن ندفع الأمور إلى الحوار وليس إلى الصدام اللي قاعدين للأسف مازلنا نسمعوه في تجمعات جبهة الإنقاذ. يعني الصدام صدام حتى يسقط النظام ويتحدثون عن السسمة ذي سحل حركة النهضة كما قالوا بطريقة مدنية وإرجاعهم للسجون وإرجاعهم للمنافي. هذا خطاب غير سياسي وغير حواري. رأوا ما عندنا حتى حل إلا أن نغير المعجم. أول بداية الحوار هو أنك لا تتهمني ولا أتهمك. يعني نختلف سياسيا تقول لي المسار ذا ما عادش فيه حل نحبوا نرجعوا من حقك لكن أنا أقول لك هذا المسار فيه أخطاء وبالإمكان أن نعالجها في إطار مرجعية دنيا باش ما نرجعوش شكون أنت وشكون جابك وشكون أصلك وشكون فصلك وين كنت. عندنا مرجعية المجلس الوطني التأسيسي لخيان اللي خرجوا منه المفروض يستأنفوا حضورهم فيه ويبدأون في الأجندة المعروفة والسريعة بالمصادقة على الدستور بالمصادقة على قانون الانتخابات. تبدأ الهيئة تخدم يحدون خاصة موعد الانتخابات بالتشاور مع الهيئة. القانون العدالة الانتقالية اللي المجلس التأسيسي خذا تعهد أولا نص عليه في القانون الداخلي بتاعه أنه سينظر في قانون العدالة مش في القانون الداخلي عفوا في القانون المؤقت للسلطات. يعني فصل من الفصول يذكر بأن المجلس التأسيسي يعني سيتعهد بعدالة انتقالية. مش ممكن هذا المجلس ينفض وإلا يقفز على واجبه الأخلاقي والسياسي والقانوني في أن يسطر لنا قانون العدالة الانتقالية. احنا نعتقده إذا هذا يمشي والحكومة هكا تقوم بأعمالها كما العادة ما تخليش حتى فراغ لأنه استقالتها تضعف أداء الوزارات وتعمل ارتخاء ونعرف النتائج السلبية. أنا ما فهمتش لأن كيان سقوط الحكومة أصبح غاية في حد ذاته. هو نحن نحبه نقاش يكون صريح مع الشعب. يعني أنا نحب سقط الحكومة هكاكا إذا كان المشكلة مشكلة فشل متاع حكم هذا يتطلب تفويض لجهة أخرى جديدة. يعني اللي بش يقول اليوم أنا مش نعمل حكومة تنقذ البلاد تنقذها اقتصاديا وتنقذها اجتماعيا وتراجع المديونية وتراجع التسميات هذه حكومة يلزمها أشهر وربما سنوات. مثلا شنو الضمانات اللي أنت عندك حكومة تنجم تنقذ البلاد؟ أولا لا حتى ما غير ضمانات انت شكون فوضك باش تعمل حكومه. وثاني شيء الحكومه دي مش تطيل المرحله الانتقاليه احنا نحبوها تنتهي. ولذلك نرفض هذا المنطق ونقول نتناقش حول شنو هي صيغه الحكم الانسب. نعمل حكومه ائتلاف وطني فيها الناس كل ومعها ربما هيئه. نعمل حكومه تكنوقراط. نعمل حكومه لاي فتره. هذا كله سابق لاوانه. احنا باختصار شديد واخر جمله في الائتلاف الوطني ما حبيناش ندخل في تفاصيل الحل لأنه الساحة غرقت بالمزايدات وإنما نحب الشعب التونسي يفهم شنو دافع علاش نحب نغير الحكومة. وكي نقعدوا على مادة الحوار الوطني
كل واحد يجيب تصوره ويقول هذا هو الحل الأنسب واللي تتوافق عليه الأغلبية الإجماع حاجة مستحيلة ذهنيا واقعيا نمشي فيه باش نعمل انتخابات. طيب مشينا لبعض السياسيين حابين ناخذ رأيهم في تكوين الائتلافات السياسية، فما شكون معارض لتكوين الائتلافات هذه وفما شكون معاه، مشينا سألناهم هات بعضنا نشوفوا الغوبورتاج هذايا ومن بعد نرجع لكم. بعد تكوين 12 حزبا بما فيهم حركة النهضة للائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي، عبرت بعض الأحزاب المعارضة عن استيائها من تكوين هذا الائتلاف الذي اعتبروه نتيجة للعزلة الخانقة التي تعيشها حركة النهضة وحكومتها، إلى جانب انفراج عقد الترويكا الحاكمة ووجود إرادة لمغالطة الناس وخلق أكثر ضبابية ولإبعاد البلاد عن حلول جدية لإنقاذها. بالنسبة لنا نحن الائتلاف هذا جاء نتيجة لزوز أسباب. السبب الأولاني هو العزلة الخانقة اللي من فكت تعيشها حركة النهضة وحكومة حركة النهضة، والحاجة الثانية هي انفراط عقد الترويكا الحاكمة الثلاثي الحاكم اللي الأوضاع بتاعه ما عادش على أحسن ما يرام بحكم أنه الخلافات اللي دبت ما بين الحزب بتاع الحزب المؤتمر والتكتل من أجل الحريات والعمل بتاع السيد مصطفى بن جعفر. حركة النهضة تحب تفك العزلة على روحها، توجهت لها الأحزاب هذية اللي هي أحزاب صغيرة، أحزاب محدودة تأثيرها محدود في الواقع، من أجل أنها تحاول باش تخرج من الأوضاع هذه اللي تردت فيها. ما تنقصنيش الحقيقة في حزب المسار، ما أنا شفتني كيفاش قمت نضحك كيف سميت لي هالمسمى طويل هذي الائتلاف الديمقراطي، والناس كل اليوم ولاو يعتبروا رواحهم ديمقراطيين لإنجاح المسار الديمقراطي الزادة اللي جماعة هذومة. معناتها كي نقول لنا جماعة هذومة خاطر ما نخزر بعين الاعتبار إلا للنهضة، خاطر الأحزاب الأخرين هاللي صغيرات ومعناتها يتخلقوا اليوم ويتحلوا غدوة، معناها حاجة ما هيش ياسر جدية. ولكن كان نشوف حزب النهضة اللي هو مكون ائتلاف كأنه نسالي هو مكون ائتلاف آخر سياسي اسمه الترويكا اللي زوز أحزاب اللي معاها مساكن تفتقوا من بعضهم. بالنسبة لنا نحن ما نتصوروش أنه بالطريقة هذية مش تخرج حركة النهضة من الورطة اللي هي حصلت فيها. بالنسبة لنا الورطة تتطلب الإقالة بتاع الحكومة هذية، تتطلب الاستقالة بتاع الحكومة هذية اللي هي مرفوضة مش من المعارضة برك، وإنما حتى من الجمعيات المدنية والاجتماعية، ومرفوضة حتى من أوسع فئات. من جهة أخرى أكد بعض مكونات الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي أن هذا الائتلاف هو لبنة مشتركة لتحقيق الديمقراطية، وهو أداة لإرضاء الجميع وتحقيق مصلحة الجميع ولجمع الفرقاء نحو الاستقرار السياسي. احنا حزب الثقافة والعمل واحد من 12 حزب شكلنا هذا الائتلاف، والمسار متاعه طويل في الحقيقة، انطلق منذ أكثر من سنة. نحن نطمح إلى أن يكون معبر على شريحة واسعة من المجتمع التونسي. احنا اليوم في الائتلاف هذا احنا من كل طائفة سياسية، من الوسط إلى اليسار، وسط اليسار إلى اليمين، وسط اليمين موجودين باش نقولوا قف لهذا الإرهاب، القف إلى التعجيش، تعالوا إلى طاولة بدون إقصاء نتناقشوا فيها ونخرجوا بحلول من أجل الوطن، الربح فيها الوطن فقط. حظوظ نجاح هذا الائتلاف في مهمته يظل محل شكوك، خاصة في ظل غياب كبرى الأحزاب عن مكوناته، ولا سيما أن العديد يعتبرونه مجرد حل وجدته النهضة لدعمها في هذا الظرف الذي توجهت فيه أصابع الاتهام نحوها. هذا بعض آراء السياسيين حول الائتلاف. عنا مكالمة هاتفية، حبيت نعطيكم الفرصة باش تعلقوا الائتلاف، لكن باش نرجعوا خاطر المكالمة الهاتفية ما تنتظرش برشا. معنا السي زين عابدين النايفة، عضو المكتب السياسي لحزب المبادرة. أهلا وسهلا بك سي زين عابدين. ألو مساء الخير. زملائي في البث كان يحاولوا يعيدوا الاتصال بسي زين عابدين. سي زين عابدين تسمع فيا؟ الو. طيب
مثال نعاودوا نتصلوا به نعلقوا على الفتياغ اللي كنت تراو فيه. بعض السياسيين قالوا انه هذا راه مش تاثيركم محدود، الائتلاف هذا وطويل اسم الائتلاف. اولا انا نحب نقول اللي الاعلان الائتلاف الوطني لانجاح المسار الديمقراطي يوم 6 سبتمبر واللي حضروا معناها حضور اعلامي جيد ولاقى اهتمام كبير في مختلف انواع وسائل الاعلام دليل على جديه هذا الائتلاف، كما ان انزعاج بعض الاطراف من مواقع مختلفه ايضا من تكوين هذا الائتلاف دليل على اهميته. لو كان شيئا معناه غير مذكور وشيء بسيط لما كان يحتاج الى كل هذه التعليقات. هذا الائتلاف قيمته وفي التركيبه اللي فيه هي احزاب فعلا عندها مشتركات كثيره واحزاب، وهو ائتلاف سياسي ماهوش ايديولوجي، لانه ثم احزاب اخرى ايديولوجيه بين قوسين قريبه من النهضه اختارت باش تعمل ائتلافات اخرى ولم تدخل لهذا الائتلاف. وهنالك من عنده كما سيدي قاسم حسن اللي كان يتكلم الان شخصيه يساريه عروبيه معروفه وحركه الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب حركه الجمهوريه ايضا الى اخره. اثنين يقولوا هذا ائتلاف مش يكون عنده تاثير الاحزاب. احنا كنا نقول جزء راو من توتر الساحة السياسية هو عبارة الصفر فاصل، يعني احنا كنا على الاقل في حزب الصلاح والتنمية ننتقد الترويكا اللي توصف هذه الاحزاب بانها صفر فاصل وقد تتواصل بهذه الطريقة. هي من اين كبرت السيدة سلمى بكار النائبة المحترمة تقول انا ما نعرف كان النهضة القيمة نعرفهمش، بكل تواضع انا اقول لها موجود في الساحة السياسية وفي النضال التقدمي في رابط حقوق الإنسان وفي الحزب الديمقراطي التقدمي وفي الحزب الإصلاح والتنمية وفي كل المشاوير وبكل تواضع عندي مساهمة سياسية. مش أنا فقط، كثير من الذين شاركوا في هذا الائتلاف لهم نقول احنا باع وذراع في السياسة وفي الحضور، وهذا الاستهجان اللي احنا رافضينه من جهات أخرى. ثم المشكلة الثالثة والأخيرة هي أنه يقولوا هذا دليل على انفراط عقد الترويكا. الترويكا ائتلاف لحاكم وقالوا من الأول رانا مؤتلفين للحكم، والحكم الآن هم يعبدوا يعدلوا بالساعات والأيام، يعني والزمن كله ساعات وأيام، وإحنا نفسنا نعتبر بأن المرحلة الانتقالية لابد أن تنتهي وفي أسرع الأوقات. إذا هذا الائتلاف الوطني ليس ائتلافا للحكم، وإنما هو ائتلاف لمواجهة مسار فيه المرحلة الانتقالية وفيه ربما ما بعد المرحلة الانتقالية وبعد الأزمة. وإحنا ناقشنا جزء من هذه الأحزاب، مثلا حركة عفوا حزب المؤتمر، ناقشنا أيضا مع حركة وفاء ومع أحزاب أخرى أقرت التوجه والمضمون. البعض يحب شوية وقت، البعض قد ينضم لاحقا، قد يتطور هذا الائتلاف، ولكن هذا الاستهجان احنا معناها نقول كل واحد من موقعه يقيم كما يشاء، لكن لا يخلط الأمور. ليس بديلا عن الطريقة الحاكمة لأنه موضوع ثاني غير موضوع الحكم، وجد في الأزمة ووجد أثناء الأزمة، ولكن بأفاق أرحب ووزنه ستكتشفه أو ستكشف عنه الأيام القادمة. طيب تعليقك سي عبد الرؤوف على آراء بعض السياسيين في تكوين الائتلاف السياسي هذايا وبعض حركة وفاء بعض طونجي هو طبعا الأطراف اللي في الائتلاف هذه دافعت عليه والاخرين يعني دافعوا عليه كانوا عبروا على بالنسبه لهم الائتلاف هذا كما قال سي محمد هو حركه النهضه وحركه النهضه يعني مركزين انهم يعني مشكلتهم مع النهضه يعني فهمتي فاعتبروه انه هذا يعني كان نوع من البحث عن التخلص من العزله اللي عايشه فيها لكن مهما يكون يعني انا في رايي نفسه الراي الخاص احنا توا باش ندخلوا العام الثالث في الثوره ما احناش توا عندنا عوده مدرسيه ما عندناش برنامج نتاع اصلاح التعليم احنا العام الثالث مازال ما عندناش نيه كيفاش نبدلوا اقتصادنا من اقتصاد استهلاكي لاقتصاد منتج احنا مش بعد العام الثالث من الثوره ما عندناش رؤيه لاصلاح القضاء. يعني نشوف رئيس جمعيه قضاة المفروض انها تكون محايده موجوده في اعتصام تنادي بحل مؤسسه الدوله يعني شيء كارثي معناها باش وين وصلنا معناها في الصراع الايديولوجي هذا. ما عندناش يعني مجال الطاقه احنا هذيك اسال كثير من الحبر احنا امورنا في الطاقه معناها ماناش سياسه واضحه. ثم برشا يقولوا معناها يعني هناك يعني عده نقاط غامضه وثم نهب ثرواتنا في النفط
وهذا ملف كبير ياسر. احنا السنة الثالثة ما عندناش برامج ونتحدث على امور سياسة، والسياسة ما كيفاش مالا اذا كانت نحيلها البرامج تبقى فيها السياسة. السياسة كلها توا الان ترتيبات يعني كلها بلي